السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 7 في شرح الإكسل. وزي ما قلنا هنشرح حاجة اسمها الداش بورد، وهنعرف يعني إيه داش بورد. عليكم السلام هندسة. اللهم امين يا باشمهندس محمود، اشكرك هندسه. عليكم السلام. طيب قبل ما ابدا في اي حاجه، الناس عارفه يعني ايه داشبورد؟ يعني ايه داشبورد؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اقول اللي اعرفه عن الداشبورد ولا مش ممكن؟ اتفضل يا هندسه. اهلا بحضرتك وبالجميع. الداشبورد هي شاشه مجمعه مهمه جدا، فيها بيانات كتير جدا بطريقه سهله توصل تسهل الوصول للمعلومه واتخاذ القرارات. بتستخدم في المشاريع، حاجه قريبه من موقف المشاريع. بتستخدم ممكن احيانا في المحطات، الاستيشنز، في المطارات، في الحاجات دي. فهي عبارة عن شاشة تجميعية فيها بيانات كتير جدا بتعرض بشكل سهل وواضح للمتلقي وكده، يعني كأن بيحدد موقف المشروع، موقف شيء معين وكده. بالظبط يا هندسة، بالظبط. أشكرك يا هندسة. بالظبط، لوحة لعرض البيانات على شكل دايجرامات. بالظبط كده، تمام. حد عنده خلفية تاني؟ طب حد اشتغل عليها قبل كده او صممها؟ تمام، احنا هنعمل مع بعض النهارده حاجه زي كده، تمام، وهنعرف ازاي تتعمل. هي على فكره سهله، ما فيهاش اي مشكله، هي سهله وبسيطه خالص، تمام، بس محتاجه ان الواحد يشتغل عليها كتير يعني، تمام. حلو خالص. قبل ما ابدا فيها ان شاء الله هنيجي نبص سريعا على ال V لوك اب وال H لوك اب. بالظبط، انا كل حاجه بعملها فيها بستخدم البيفوت تيبل. بالظبط كده. تمام. انا جيت مسحت مثلا ده اهو، مسحت ده، صح صح كده، صح كده، قلت يساوي. احنا قلنا ال V لوك اب وال H لوك اب الاثنين دالتين ببحث بيهم عن شيء معين انا عايزه. اي حاجه ببحث عليها ببحث بيها عن طريق ال V لوك اب وال H لوك اب. طب ايه يعني ال V لوك اب وايه يعني ال H لوك اب؟ ال V انا ببحث فيرتيكال اللي هو راسي عن طريق الاعمده. طيب ال H لوك اب انا ببحث هوريزنتال اللي هو افقي عن طريق الرو اللي هو الصفوف. تمام. جينا كتبنا ال V لوك اب، افتح قوس، هضغط على الاف اكس من فوق. فاول حاجه بيقول لي اللوك اب فاليو، القيمه اللي عايز ابحث من خلالها. هقول له اسم الشركه واروح اثبتها عن طريق اف 4. التيبل اري اللي هو الجدول اللي انا عايز ابحث من خلاله اهو، اثبته عن طريق اف 4. بعد كده الكول اندكس نمبر، رقم العمود. انا حاليا واقف عند المندوب، يبقى رقم العمود كام؟ 2. في الرينج اطار اللي هو الفولس زي ما قلنا، تطابق تام وتطابق غير تام، وادوس على اوكي واجي اسحب. فكده عمل لي الداله بتاعه الفي لوك اب. يبقى دي شرح داله الفي لوك اب. ببحث على حاجه معينه انا محتاج ادور عليها. تاني، عشان المره اللي فاتت كنا اتلخبطنا فيها، قلنا يساوي اسم الداله الفي لوك اب، وافتح القوس، ادوس على اف اكس. اول حاجه اللوك اب فاليو، القيمة المخصصة أو الحاجة اللي أنا هبحث من خلالها اتصالات، وثبتها عن طريق F4.
طيب التيبل اري الجدول اللي انا هبحث من خلاله اهو واثبته عن طريق اف 4. طيب الكول او الكولوم اندكس نمبر رقم العمود انا مسميه هنا ايه 2. واخر حاجه الفولس، احنا قلنا الفولس اللي هو التطابق تام، وال ترو اللي هو تطابق غير تام. دوست اوكي وجيت اسحب عشان اطبق الداله، الداله عملت معايا. طيب تعالوا على الاتش لوك اب. شايفين ادي الاتش لوك اب، همسح ده وامسح ده وامسح ده وامسح ده. هكتب يساوي اتش لوك اب، وهنا في اللوك اب فاليو هختار اللي هو الزات 1 اللي انا هبحث من خلالها. بعد كده التيبل اري الجدول اللي هبحث من خلاله، هاخد معايا الزات 1 والزات 2 والزات 3 والزات 4 ان انا هبحث عن قيم زات، اروح اثبته في الرو اندكس نمبر 6 واروح اثبته. الرينج لوك اب لو القيم دي كلها طلعت غلط تديني صفر. دوست اوكي واسحبها لتحت هيطبق لي الداله عندي. طيب اللوك اب بقى هي الاتش لوك اب والفي لوك اب، بس اللوك اب بتبحث ايه؟ لو انا مثلا عايز ابحث فيرتيكال، الفيرتيكال اللي هو راسي راسي، فبيبحث لي عن طريق الاعمده. طب الهوريزنتال افقي بيبحث عن طريق الصفوف. طيب هنا بقى في اللوك اب لو انا ببحث عن طريق الصفوف اللي هو لو ببحث فيرتيكال هيجيب لي قيمه في الصف، طب لو ببحث هوريزنتال هيجيب لي قيمه في العمود، العكس بيجيب لي العكس. دي اللوك اب شرحها تاني، نبص عليها ان شاء الله المحاضره الجايه. دي كده سريعا اللي احنا شرحناه المحاضرة اللي فاتت في البي لوك اب والاتش لوك اب. تمام. طيب هفتح شيت اكسل تاني. طيب لو رحنا على قائمة فيو في حاجة عندي اسمها ماكرو، نفس اللي انا كنت بعمله في برنامج الوورد هو في الاكسل. هقول اول حاجه اختارها ريكورد ماكرو، هكتب اسم الماكرو اللي انا عايزه، مثلا هسميه، بس قبل ما اعمل ماكرو هعمل جدول بسيط مثلا اروح على الماكرو وادوس ريكورد ماكرو واكتب هنا اي اسم مثلا اي حاجه، اكتب صم اسم الماكرو اللي عندي وادوس اوكي. ابتدي اكتب بقى الماكرو، اكتب هنا المجموع او هنا المجموع واروح هنا اعمل يساوي صم ادوس انتر. بعد كده هروح ادوس على ستوب ماكرو وادوس على العلامه دي من تحت وكده وقف لي الماكرو عندي. حلو، جيت مسحتهم وقفت هنا ورحت تاني على الماكرو ودوست على الفيو ماكرو. اول ماكرو عندي لو دوست على رن عمل لي الماكرو اللي انا عملته، بس جرب بكذا وسيله. ده شكل الماكرو اللي انا عملته.
بنفس الطريقة اللي احنا عملناها في برنامج الوورد، ماكرو ريكورد، هنا اسم الماكرو اللي انا عايزه، وبعد كده بدوس اوكي. هلاقيه من تحت ابتدى يسجل، فأي حاجة اكتبها هيسجلها لي كماكرو. تمام، بعد كده بدوس على العلامة من تحت عشان اعمل ستوب، او اروح على ماكرو وادوس ستوب. لو رحت تاني للماكرو ودوست على فيو ماكرو، اختار ماكرو 2 ودوس ران، فعمل لي الماكرو اللي انا عملته. كده سريعا الماكرو، كده كده احنا خدناهم في ال في الوورد، هو مفيش اي اختلاف، ومش هيفيدني في الاكسل عموما. الماكرو انا مش بستخدمه ولا في الاكسل ولا في الوورد. تمام، ده الماكرو والفي لوك اب والاتش لوك اب. طيب لو جينا بصينا على حاجه زي كده، زي ما قلنا الداشبورد، عندي التيبل، عملت تيبل زي ديه اول حاجه بعملها. بعد كده عندي حاجه اسمها الكي بي اي، بعد كده في البايفوت، ده كله مستخدم في بايفوت تيبل اهو، كله ده بايفوت تيبل. بعد كده انا واخده وحطه في كداش بورد اساسي. تمام، هنعرف الطريقة من الألف للياء زي ما بيقول. نيجي نفتح شيت اكسل جديد، طيب أول حاجة شايفين العلامة اللي من فوق دي، هضغط عليها فحدد لي، حدد معايا الشيت كله. أصغر الشيت كده وخليته مربعات صغيرة اهو، دي أول خطوة. يبقى أول خطوة بعمل إيه؟ أول خطوة بروح على أضغط أحدد الشيت كله، أو لو دوس كنترول إيه هيحدده لي كله، يا إما أضغط على العلامة من فوق اللي هو ما بين الواحد وما بين حرف الإيه، وأروح أصغر أخليه مربعات صغيرة. دي كده اول خطوة. الخطوة التانية هروح على البيج لي اوت، البيج لي اوت، واخلي الاورينتيشن لاندسكيب عشان تظهر معايا العلامة دي. فاروح احدد كده اهو، او قبل ما احدد اشيل الجريد لاين، اشيل الجريد لاين، اروح احدد حد ما اقف عند ده. واروح على هوم، هختار حاجه اسمها سيك بوردر، هاجي هنا اضيف قبله انسرت، هضيف صف عمود قصدي، واضيف عمود تاني، هاجي من فوق هضيف صف وهضيف صف تاني. حدد ده، ولو رحت على حاجة اسمها بيج لي اوت واخترت سيت برينت اريا، كتبت اي حاجة. طيب هنعمل تاني، عملنا ايه تاني اهو، انا كده هرجع تاني زي من الاول. هذا شيء جديد، قلنا اول حاجه بعملها بحدد الشيت كله، بروح اصغر المسافات او بتاعه الخلايا، صغرتها، دي اول خطوه. الخطوه الثانيه بروح على الاورينتيشن اخليه لاندسكيب، بروح على الاورينتيشن واخليه لاندسكيب. الخطوة التالتة من فيو هشيل الجريد لاينز، واروح احدد
شايفين المربعات اللي هي الصغيرة أو الخط نفسه المتقطع ناحية اليمين، هروح عنده وهقف، هنزل لتحت لحد ما أقف برضه عند الخط المتقطع أهو ده، أهو كده زاد، فاختار أنا بس الخط المتقطع بس. بعد كده هروح على قائمة هوم واختار سيك اوتسايد بوردر، سيك اوتسايد بوردر، مش هصغر معاك الخلية غير لما اجي احدد التيبل كله، الشيت كله، لازم احدد الشيت كله واجي من فوق كده من حدود الخلية واصغر اهو، اصغر هيصغر معايا. بس الاول عشان الناس تفهم احنا هنعمل ايه بالظبط، بس بص معايا، ده شكل للداشبورد، ده شكل تاني للصورة اللي انا استخدمتها جوه الداشبورد، تمام. رجعنا تاني اهو. يبقى اول حاجة بعملها، تمام، اروح احدد الشيت كنترول A، يا اما بروح ما بين الصف والعمود الاولاني ما بين رقم واحد و A، اضغط عليه وامسك حدود العمود اللي هو ال A واصغر. فكده انا اول خطوة عملتها صغرت. الخطوة الثانية بروح على بيج لي اوت واخلي الاورينتيشن لاندسكيب افقي، الاقي ظهرت معايا هنا خط متقطع، اروح احدد لحد ما اوصل لتحت عند نهاية اول خط متقطع. تمام، اوصل لحد فين؟ في نهاية الخط المتقطع. الناس تركز معايا معلش، فين الخط المتقطع اهو، اهو مش باين بس نحاول ايه. بعد كده بروح على هوم واختار من البوردر، هختار سيك بوردر. بس قبل الخطوة دي احنا قلنا نعمل ايه،
نخفي الجريد لاينز يا اما من بيج لي اوت واشيل علامه الصح من فيو بتاعت جريد لاين، يا اما من فيو واشيل علامه الصح من جريد لاين. بعد كده هعمل السيك بوردر، هاجي عند اول عمود كليك يمين عليه واختار انسرت، كليك يمين تاني وادوس على انسرت. ده اول صف، كليك يمين عليه وادوس انسرت، كليك يمين تاني عليه وادوس انسرت. هروح بعد ما عملت ده بروح احدد اهو، واروح على بيج لي اوت هختار السيت برنت اريا، السيت برنت اريا نعمل هذه كلها. تمام كده، هحاول اسحب ده اللي في النص شوية اهو. فكده انا عملت اول خطوة، عملت اول خطوة لازم اخليه كده علشان ابتدي بعد كده اعمل ايه فيه، احط جواه الحاجات دي. تمام، بعد كده هنعمل تيبل زي ده بالكامل اهو. هعمل شيت جديد واسميه تيبل 1، هنا الداشبورد. طب احنا هنشتغلوا مع بعض تاني اهو عشان هو مش راضي يتباعد معايا الناس. خلينا شغالين واحدة واحدة مع بعض. انا عندي كده الرؤوس، عندي هذا شكل الجدول الناس تشتغل معايا تكتبه. تمام، اي ام بي شباك ده اول حاجة. بعد كده النيم، بعد كده الديبارتمنت، بعد الديبارتمنت اللي هو البوزيشن، دي او بي،
بعد كده ال ناشوناليتي جروب، اول حاجه ده هعمل له تيبل، تمام، طيب وده عشان هياخد معانا وقت بس في الكتابه، هياخد معايا وقت في الكتابه، هاخد الجدول ده كله اللي عندي اهو كنترول سي واروح اللي انا بعمله وادوس كنترول في، فده الجدول اللي عندي، ده الجدول اللي عندي، يبقى ده الداشبورد وده الجدول اللي عندي، تمام. حد هنا نفس ماشيه معايا؟ تمام نكمل. ماشي، اروح على الداشبورد واروح احدد له مثلا اول 3 صفوف زي كده او اول 4، واروح اعمل هايلايت مثلا ازرق، ودي اول خطوة. يبقى أول خطوة بعملها
طيب انا الملف بعته للناس على الواتساب، تمام؟ ممكن الناس تبص عليه. حلو، زي ما قلنا كده اول خطوه باخد اول مثلا 4 صفوف زي كده على حسب اللي انا شايفه مناسب، واروح اديله لون مثلا زي ده. تمام. هروح بعد كده هاخد مثلا صورة زي دي، بس الأول أروح على شيت الإكسل وأروح على إنسيرت، بيكتشر، أدور على الصورة اللي أنا عايز أحطها. عند ديسكتوب حط مثلا كمثال الصورة دي، حاول اصغرها. تمام، اروح اخد الجزء ده اعمل له ايه، اعمل له ميرج، اروح اكتب اللي انا عايزه، هكتب اللي انا عايزه. اكتب كمثال مثلا الهيومن ريسورسز ريبورت 2021. انا هكتب مثلا الهيومن ريسورسز ريبورت 2021، خليه في المنتصف واكبر الخط، خليه اللون الابيض، كبر، خليه مثلا بالشكل ده. تمام، هاخد ده مثلا اروح على بوردر اختار التوب. تمام، من هنا اختار التوب. حلو خالص، دي اول خطوة انا بعملها في الداشبورد. وبي اول خطوة، تمام، وادي عندي التيبل. تمام، الحاجة التالتة بقى اللي اعملها، هروح احدد التيبل اللي عندي كله اهو، واروح على انسيرت واختار بايفت تيبل، وادوس على اوكي. فاول حاجة هختار الديبارتمنت، وفي والنيم هاخده اسحبه احطه في الفاليو، علشان اهو انا في كل قسم عندي في كام واحد، اهو في كل قسم عندي في كام واحد، وهكذا. يبقى بعد ما حددت التيبل كله رحت على انسرت واخترت البايفت تيبل. حلو كده، بعد كده هختار اول حاجه اختارها الديبارتمنت القسم اللي عندي، وعايز اعرف كام واحد في كل قسم، اخد النيم هسحبه واحطه في الفاليو. فكده جايب لك انت عندك في كل قسم كام واحد، البيزنس 5، الجزء الماليات 7، التنظيم 6، التسويق 5، المبيعات 4، وهكذا. فبروح احدد ده. تمام، بعد ما بحدد بختار حاجة اسمها recommended chart، اختار اول شرط عندي وادوس على اوكي.
فده اللي ظهر معايا كبداية، ده اللي ظهر معايا كبداية. احنا لسه في أول خطوة، أنا عايز أعمل الشكل ده، هعمله إزاي؟ فالناس تركز معايا. أنا أول حاجة حددت ده، وبعد ما حددت رحت من insert اخترت recommended chart واخترت أول نوع من الشارت. تمام. بعد كده هنا التوتال هخليه هيد كاونت، او اشوف انا هسميه ايه. هشيل التوتال، اعمل لها ديليت، هشيل الاعداد دي اعمل لها ديليت. بعد ما بحدد انا الاعمدة اللي من جوه، حددت الاعمدة اللي من جوه، كليك يمين عليها واختار اخر اختيار عندي اسمه فورمات داتا سيريز. اول ما دوست على فورمات داتا سيريز ظهرت معايا حاجة زي كده من الجاب ويتس اهو. اللي بيحصل هكذا، تخنوا شوية. تمام اهو. طب زودت صغر خالص معايا، اصغر كده بحيث ان انا اخليه بالمنظر ده. تمام، دي اول خطوة عندي. يبقى انا بلعب في الجابويتس. بعد كده اروح على الاسماء من تحت، اعدل فيها، مثلا اخليها بول، ازود شويه، اخليه بنفس المنظر ده. تمام، يبقى دي الخطوه الاولى لحد الان. حد عنده اي مشكله لحد الان؟ طيب لو ضغطت كليك يمين عليها ودوست على اد داتا ليبل، معناه ان عايز احط الداتا على الاعمده اللي عندي. اختار اد داتا ليبل، شايف اللي ظهر معايا؟ انا حطيت كده النمبر على الاعمده. هضغط عليها تاني وكليك يمين. تمام، اضغط عليها تاني وكليك يمين واختار حاجه اسمها فورمات داتا ليبل. هخليها ايه؟ لو دوست على سنتر فخليها لي في المنتصف، دوست على انسايد معناها في الداخل، انسايد بيز من تحت، واقعد اكبر واصغر في حجم بتاعها زي ما انا عايز. تمام، دي الخطوة بتاعة الاعداد. يبقى خطوة الاعداد انا بضغط كليك يمين عليها واختار اخر اختيار فورمات داتا ليبل، واشوف انا عايز اخليها فين بالظبط، في الانسايد بيز في القاعدة من تحت، ولا في النهايات من فوق، ولا في المنتصف، ولا اوتسايد. انا بختار اللي انا عايزه، خليها مثلا باللون الابيض بنفس المنظر كده. تمام، مثلا الاعمدة هنا ابتدي اعدل فيها ازاي. مثلا كمثال هروح على الفورمات واختار من هنا انسب شكل انا عايزه، يعني مثلا شكل زي ده. طب نخليه لون اخضر. الشيب افكت، تاثيرات، دي كلها تاثيرات ممكن اغير فيها زي ما انا عايز. هروح بعد كده اعمل له اشيل برضو ايه، شايفين من جوه في زي ايه شبكه، فانا هشيل الخطوط اللي من جوه دي من ديليت، احدد عليها وادوس على ديليت. خلاص انا خلصت الشرط ده، هاخده زي ما هو، كنترول سي، واروح على الداشبورد وادوس كنترول في. كبر. اروح على على فورمات الاوت لاين، اخليه اسود مثلا اهو.
احاول اظبطها على قد ما اقدر. لما اجي ادوس كنترول بي فادي الخطوه الاولانيه ظاهره معايا. حد هنا في حد عنده اي مشكله؟ كمل كمل ولا في حاجة تاهت من الناس؟ ازاي فصلت من اول فين؟ عيد من اول فين؟ أعيد من أول فين؟ من الأول خالص. أول خطوة أنا كنت بعملها إيه؟ أول خطوة كنت بعملها أنا لازم أحدد الشيت كله، لازم أحدد الشيت كله علشان أقدر أغير عرض الأعمدة كلها مع بعض. يبقى لازم أحدد الشيت كله، يا إما أدوس كنترول A وأحدد كده الشيت كله، أروح على الطرف بتاع العمود وأسحبه هلاقيه كله صغر معايا. بعد كده بروح على بيج لي اوت من اورينتيشن اختار لاندسكيب، هنلاقي مثلا ظهر معايا خط زي ده كده، الخط ده منقط، اروح احدد لحد ما اوصل لنهايه التنقيط من هنا اهو من تحت، واختار من هوم سيك بوردر سيك بوردر. بعد كده هاجي هنا عند اول عمود من كليك يمين هختار انسيرت، كليك يمين تاني انسيرت، اول صف كليك يمين انسيرت، كليك يمين انسيرت، فادي الشكل بتاعه دلوقتي. اي حاجة بعد الداش ده مش هتظهر معايا في الطباعة، فانا عشان تظهر معايا في الطباعة احددها كده اهي. واروح على بيج لي اوت واختار سيت برنت اريا، فاللي ظهر ايه؟ شال لي الخطوط اللي عندي، معناها اي حاجه هكتبها داخل البوردر ده هتظهر معايا. همسك من هنا واسحب واخليه في المنتصف مثلا اهو. بس الفكره نفسها ايه؟ انا نسيت اعمل ايه؟ اشيل الجريد لاين، حدد التيبل الشيت كله واشيل من الفيو هنا جريد لاين. دي كده اول خطوة. بعد كده بحدد جزء صغير كده من فوق مثلا، واروح اديله لون من قائمة هوم اللون الازرق كمثال. اجي احط هنا صورة من insert picture، ومن هنا اكتب اللي انا عايزه، اعمل لهم دمج الاول واكتب اللي انا عايزه هنا. تمام، دي اول خطوة. بعد كده انا عندي تيبل زي ده كامل هشتغل عليه، احدده واروح على انسيرت اختار حاجه اسمها البايفوت تيبل. اول ما ادوس اوكي هيفتح معايا شيت تاني جديد زي ده. فانا بحدد له في كمثال مثلا اهو، دوست على بايفت تيبل، دوست على اوكي، اختار اول حاجه الديبارتمنت القسم، وعند الفاليوز انا عايز اعرف في كل قسم عندي في كام واحد، هاخد النيم واحطها في الفاليوز. ادي ظهر معايا في كل قسم في كام واحد. اروح احدد الجزء ده
واعمل له شارت رسم بياني من ريكومندد شارت، اختار شكل الرسم البياني ده، هنا اكتب اللي انا عايزه. هنا مثلا لو عايز اشيلها اضغط عليها وادوس ديليت، عايز اشيل الاعداد دي اضغط عليها وادوس ديليت. طيب الاعمده دي اضغط عليها وادوس على حاجه اسمها فورمات داتا سيريس، هلعب في الجاب ويدز اهو، عملت له تخانه. برضو كليك يمين تاني وادوس على اد داتا ليبل، وادوس اول اختيار عندي الاد داتا ليبل، الارقام ظهرت معايا من فوق، عايز اخليها في المنتصف كليك يمين عليها واختار فورمات داتا ليبل، واختار من هنا انسايد مثلا بيز بس، واغير اللون زي ما انا عايز. بس خلصت بالنسبة لي، ده أول جزء. أروح على فورمات، أختار من هنا الشكل اللي أنا عايزه بس. طيب قبل ما نكمل هناخد ريست بس لحد الساعة 6:05، صلي المغرب تمام، واللي عنده أي مشكلة في الجزء الأولاني دي يعني هندي بس 10 دقايق هنناقش فيه أي حد عنده أي مشكلة عشان نقدر نكمل بعد كده تمام. يعني هناخد ريست لحد الساعة 6:05، بس تكون صلت المغرب، وبعد كده لحد 6:15 تبقى مناقشة في أي حد عنده أي مشكلة في الجزء اللي فات يقول لي عليه ونتناقش فيه. وممكن كمان اقفل الشير سكرين يفتح من عنده الشير سكرين. اتفضل يا هندسه، مفيش اي مشكله. باشمهندس محمد اتفضل. عرض الخليه احنا قلنا لازم احدد الشيت كله، هلاقي فيه خط او في حد اهو ناحيه اليمين امسكه زي كده واصغر فيه، أصغر فيه. طيب ممكن أغير فيها من هنا طالما مش عارف أغيرها، أعمل إيه؟ حدد العرض، هكتب مثلا انا العرض عايزه كام، 4 مثلا، دوست اوكي. فايه اللي حصل؟ صغرها، بحدد واروح على الفورمات ومن الديفولت ويدث اكتب العرض اللي انا عايزه تمام. طيب ريست لحد الساعة 6:05 وهنرجع نكمل تاني شرح الداشبورد. طيب على فكرة ما عنديش مشكلة، يعني ممكن اشرحها لكم النهاردة عشان الناس تاخد فكرة عنها، ونشرحها تاني المحاضرة اللي جاية بحيث الناس تكون سمعت وفهمت. ما عنديش مشكلة، الداشبورد لو عايزين فيها محاضرات زيادة ما عنديش اي مشكله، ناخد فيها محاضرتين ثلاثه، اهم حاجه ما نخلصش الاكسل واحنا مش فاهمين حاجه فيه تمام. فالنهارده ممكن ناخد خلفيه عامه عنه وازاي بيتعمل، او هنشرح مع بعض، هنعمل واحد زي ده كده، والمره الجايه هنعمل شكل مختلف بحيث الناس تكون فهمت مجمل الداشبورد بيتعمل ازاي. مفيش مشكله، حاضر، هناخد فيه محاضرة تانية ما عنديش أي مشكلة. وكده كده أنا كنت مجهز برضو جزء على البروجكت مانجمنت، إدارة المشاريع في الإكسل، كان المفروض يتشرح المحاضرة الجاية، فكده هنأجلها المحاضرة اللي بعد اللي جاية إن شاء الله تمام.
فرست بس لحد الساعة 6:05 ونرجع نكمل إن شاء الله تاني الداش بورد. رست لحد الساعة 6:05. بس موجودة معايا؟ تمام نكمل. هو الباشمهندس سليمان كان بيشرح على ازاي العرض بتاع العمود ده ازاي اغيره. كليك يمين عليه واختار حاجه اسمها فورمات داتا سيريس. كليك يمين، كليك يمين عليه واختار حاجه اسمها فورمات داتا سيريس، واروح على الجاب ويتس اعدل فيه زي ما انا عايز. يبقى كليك يمين عليه فورمات داتا سيريس، واروح على الجاب ويدث اللي هو عرض الجاب، واغير فيه زي ما انا عايزه. تمام. ده بالنسبه لي اول جزء في الداتا او الداشبورد. بعد كده عايزين نعمل الجزء ده. الجزء ده بيتعمل ازاي؟ برضه في نفس المكان اللي بعمل فيه اللي هو ايه، بعمل فيه البايفت تيبل. طيب انزل تحت شويه واروح على انسيرت، اختار بايفت تيبل. التيبل او الرينج هنا بحدد التيبل ده اللي عندي اهو، وادوس على اوكي. المره دي انا عايز اعرف الجنسيه مثلا، واختار حاجه اسمها الناشوناليتي جروب. عايز اعرف كم واحد عندي مصري وكم واحد مش مصري. اخد النيم احطه فيه البايفت. قال لي انت عندك 13 مصريين و14 مش مصريين. تمام كده. اروح احدد دول واروح على insert recommended chart واختار البي اللي هو ده، ادوس على اوكي وظهر معايا نفس الشكل ده. اهلا وسهلا بحضرتك، تشرفت بحضرتك جدا استاذ قيس عمري. اهلا وسهلا بحضرتك. فانا هنا عايز اعرف عدد المصريين ومش المصريين كام، بحدده عادي وبروح على insert من recommended chart واختار اللي هو البي. فادي هنا عندي اللي هو اللون اورنج ده اللي هو مش المصريين، اما اللون ازرق هنا المصريين. تمام. التايتل ده انا مش عايزه، هعمل له ديليت. تمام او تمام كده. بعد كده هعمل ايه؟ هروح اخده زي ما هو كده كنترول سي واروح على الداشبورد كنترول في اهو. عدل فيه زي ما انا عايز اهو. انا بعد ما عملت هنا البايفوت تيبل حددته ورحت على الريكومندد شارت واخترت اللي هو البي. تمام. بعد كده زي ما هو كنترول سي او اعمل له نسخ في الداشبورد كنترول في. دي اول خطوه.
بس بعد كده هقعد اغير زي ما انا عايز، مثلا هنا اسحب دي، اسحبها كده شوية عشان تبان. علامة البلس دي هدوس عليها اقول له عايز اشيل الليجند، فانا شلته اهو. بس امسك كل واحد فيهم واغير فيه كفورمات زي ما انا عايز اهو. خليه كده، ده خليه بالشكل ده. كليك يمين وادوس على فورمات داتا سيريس. ظهرت معايا تنسيقات كتيرة زي ما انتم شايفين اهو، ممكن اغير في التنسيقات زي ما انا عايز. طيب حلو خالص. حد هنا في اي مشكلة؟ احنا كده ماشيين واحدة واحدة مع بعض. تمام، هروح على الديزاين من فوق، ومن اد شارت اليمنت والداتا ليبل اختار سنتر. يبقى بروح على ديزاين من فوق واختار اد شارت اليمنت واختار الداتا ليبل، وبعدها هختار سنتر. خليها لي في المنتصف، حددها، خليها بولت، كبر زي ما انا عايز فيها. تمام، حد هنا في اي مشكلة؟ تمام، عشان الناس تركز معايا بس. هضغط كليك يمين عليهم واختار فورمات داتا سيريس، كل شغلي على فورمات داتا سيريس. قعدنا ندور مع بعض في المفروض الحاجة الأخيرة دي اهي، بس معرفش ليه الزهرة معايا أنا هنا. حدد على الرقم فورمات داتا سيريس واختار الكاتيجوري نيم، حط لي الاسم. صغر صغر. اروح اجيب مثلا من جوجل صورة، او انا عندي صور كده كده اصلا، من insert picture this device، اختار صورة زي دي اهي اهي، اصغر فيها زي ما انا عايز. اخدها واخليها هنا، احط برضو صورة تاني هنا من insert picture، اختار مثلا صورة زي دي، بس ظاهرة معايا الخلفية، عايز اشيل الخلفية بتاعت الصورة. الناس لو تفتكر كنا بنشيل الخلفية ازاي، من حاجة اسمها remove background. اقعد احدد كده اهو من الدوائر اللي هي من الجنب دي، هروح على مارك اريا تو كيب، اضغط على الجزء ده انا عايزه معايا، وانا عايز الجزء ده معايا اهو برضو. وبعد كده بدوس على كيب تشينج، وظهر معايا بنفس المنظر كده. اعدل واظبط فيها زي ما انا عايز، خليها هنا. حد عليها فورمات، اختار شيب اوت لاين، خليه اسود عشان تبقى بالمنظر ده. طيب حد هنا في اي مشكله؟ في اي مشكله مع الناس؟ كمل. احاول برضو اغير زي ما انا عايز اهو في الديزاين مثلا، او في الفورمات. لا انا عايزه مثلا بالشكل ده، وانا عايزه، لا عايزه ده مثلا. تمام،
فده كأني ما عملتش اي حاجة. ديليت، ديليت للصورة، ديليت للصورة. اول حاجة بعد ما عملت ده هاخده زي ما هو كنترول سي، واروح على الداشبورد كنترول في، هدوس على علامة البلس دي هشيل الليجند اللي هي ناحية اليسار، حاول اصغر فيها خليها مثلا بالشكل ده. طيب انا عايز احط الارقام عليها على دي، كليك يمين فورمات داتا ليبل، نلغي دي خالص. تمام، من ديزاين اد شارت نيم الداتا ليبل اختار سنتر، يبقى تاني من ديزاين الاد شارت اليمنت من داتا ليبل اختار بعد الارقام زي ما انا عايز مثلا. منهم اعمل لها بولد، اكبر فيها زي ما انا عايز، زي ما هي كليك يمين فورمات داتا ليبل والكاتيجوري نيم، الكاتيجوري نيم كليك يمين على الرقم واختار دا فورمات داتا ليبل واعلم علامه صح على الكاتيجوري نيم. بس اصغر حجم الخط زي ما انا عايز، دي اسحبها لبره شويه انجحها. تمام بس كده، اروح بقى ايه اغير في الفورمات زي ما انا عايز. دي اول خطوه زي ما هي كده، من فورمات اعمل لها اوت لاين حد خارجي. بعد كده اروح اجيب الصوره من انسيرت بيكتشر اشوف انا حطيتها فين، صوره زي دي صغر فيها زي ما انا عايز اهو. خدها واخليها هنا. طيب اروح على انسيرت تاني بيكتشر من اختار صوره تانية غيرها، انا عايز اشيل الخلفيه من ريموف باك جراوند، وراح اسحب شايفين اللي هي البوليت اريا او بمعنى صح الدوائر الصغيره دي، هسحبها كده كلها على الطرف، بسحبها على الطرف، اسحب كل الطرف. طيب سحب الحاجات دي كلها عايز اضيفها معايا من مارك اريا تو كيب، روح اسحب كده مثلا اهي. بعد كده ادوس على ديليت مارك فشل العلامات، مفروض معنى ان هو شل العلامات رجعها لي تاني، يبقى الجزء البنفسجي ده مش معايا، لا انا عايزه، عايز ده، عايز الجزء ده. وادوس على كيب تشينج، صغر الصورة، خدها زي ما هي واخليها هنا. بس كده انا خلصت الجزء التاني. حد عنده اي مشكلة في الجزء التاني؟ نكمل بقى الجزء مش الاصعب، بس هو الجزء اللي عايز شغل اكتر. تمام، اللي هو ايه، ازاي انا عملت ده، ازاي انا عملت الشغل ده. تمام، لو غيرت هنا هتتغير، هتتغير معاك تلقائي بالظبط، لو غيرت هتتغير معايا.
طيب انا دلوقتي عايز اعمل الشكل ده، طب انا مش هعمل حاجه زي كده. طيب بس ركز معايا، اول حاجه هعملها في حاجه عندي اسمها الكي بي اي، كنترول سي واروح على اللي انا شغال عليه، افتح شيء تاني كنترول في، فده الكي بي اي ده الريزلت، سميه من تحت الكي بي اي، هروح على الشيت ده هسميه البايفوت تيبل، ده اللي انا شغال عليه بايفوت، هنزل تحت انسرت انسرت بايفوت تيبل، واروح على تيبل وانا هحدد الجدول ده كله وادوس على اوكي، فظهر معايا بالشكل ده. بس الاول هنا في الكي بي اي اوصل لحاجه اسمها تمام، اخده زي ما هو كده كنترول سي، بس الاول ايه انا هلغي ده، ده الكي بي اي اللي عندي هاخده زي ما هو كده، واروح على الجزء اللي بعمل فيه البايفوت شارت اهو، واروح اعمل له كنترول في، تمام. بعد الريزلت هعمل حاجه، اكتب حاجه اسمها البالانس، البالانس دي او المعادله بتاعتها يساوي 100% ناقص الريزلت اللي عندي، وهدوس اوكي، يبقى 100% ناقص الريزلت اللي موجودة عندي، واسحب لحد تحت. طيب بعد كده عندي التوب، التوب وهنا البوتوم وهنا الليبل، التوب 10% وده ثابت، وهنا 10% وده ثابت، وده ما اكتب كل شيء 10% اسحب لحد تحت، هنا برضو البوتوم كله 10%، الليبل 30%، دي كلها ثوابت تمام. يبقى أول حاجة بعمل البالانس اللي هو 100% ناقص الريزلت، وبعد كده التوب 10% والبوتوم 10% والليبل 30%، روح أحددهم أروح أحددهم وأروح على insert وهختار اللي هو insert column or bar chart، اختار الجزء ده، اختار الشكل ده، رجعت تاني اهو من insert، اختار الشكل ده اللي هو اسمه 3D stacked column، 3D stacked column. دي حاجة هندسة تبع الكي بي اي، يعني اللي بيفهم فيه اكتر شخص الاتش ار مش انا للاسف، فدي ثوابت انا كل ما اعرفش ايه شرحها بالظبط، بس دي ثوابت في حاجة اسمها الكي بي اي تمام. احاول اعرف لك بتيجي من فين الارقام الثابتة دي، وان شاء الله باذن الله هقول لكم عليها المحاضرة الجاية، بس دي ثوابت بيعمل لها الاتش ار، الاتش ار اكيد فاهم الحتة دي اكتر مني تمام. طيب بعد ما عملت اللي هو 3D stack اكبر مثلا، ادي كده كبرت، اخلي شكله كده تمام، اشيل الشرط نيم قلنا من ديليت كده انا شلته،
والأرقام عندي، هضغط على الأرقام وأدوس على فورمات أكسس، فورمات أكسس، تمام. هو دي أول خطوة، بدوس على فورمات أكسس. بالظبط، جزء أبيض بيمثل الجزء العلوي والسفلي، ده أقرب توضيح ليها. طيب نكمل. بعد ما شلت التايتل هروح على الأرقام اللي عندي ناحية اليسار، كليك يمين وفورمات اكسس، هتظهر معايا بالشكل ده. هخلي الماكسيمم هنا 1.5، وهخلي الماكسيمم 1.5، وهخلي المينيمم خليه 0، تمام. اروح بعد كده اشيل الارقام دي اللي عندي من ديليت، تمام. لو ضغطت عليها ودست على فورمات داتا سيريس، انا كل شغلي على فورمات داتا سيريس، لو دست سلندر جابها لي شكل اسطواني، جابها لي شكل اسطواني بالشكل ده، تمام، شكل اسطواني. هنا دي بقى هخليها 0، الجاب دبس العمق اخليه 0، تمام. واجي عند الجاب ويدث اخليه 40%، لان انا عايز ازود الحجم بتاعه او العرض بتاعه، اخليه مثلا ازود 40%، مش شرط على فكرة، يعني 40 دي في المية مش ثابتة، ازود زي ما انا عايز اهو. زود، انا مثلا خليته 30% زي ما انا عايز اهو، اشوف الانسب ليه. العمق بتاع الجاب هخليه 0، تمام، دي اول خطوة. طيب الغي، كليك يمين عليه. في حاجة عندي اسمها 3D روتيشن، بكليك يمين عليه وادوس على 3D روتيشن، 3D ايه روتيشن، اخلي الروتيشن او التدوير ناحيه المحور اكس 0 وناحيه محور واي ب 20%، اداني الشكل ده، تمام، اداني الشكل ده اللي عندي، تمام، حلو خالص كده. دي اول خطوه عندي عشان انشئ اللي هو الشكل اللي احنا عملناه. حلو خالص. لو دوست عليه كليك يمين ودوست على حاجه اسمها سيلكت داتا، هبتدي ارتب بقى. انا عايز اخلي ايه في الاول من فوق؟ انا عايز اخلي مثلا كمثال، اخلي مثلا اطلع البوتوم دي لفوق، شايفين السهم ده، هضغط عليه لحد ما اخليها من ده، انا بعمل ترتيب ليه كده، البوتوم هخليه من تحت الاول، بعد كده عندي الليبل، تمام، وبعد كده الريزلت والبالانس والتوب. انا هحاول ارتبهم بالشكل ده وادوس على اوكي، كده انا كده رتبتهم، كده انا عملت لهم ايه ترتيب. حلو خالص. همسك واحد واحد فيهم بقى، انا هشتغل على ده مرة وعلى ده مرة وعلى ده مرة وعلى ده مرة وعلى الاخير ده مرة. اشتغلت على اللي فوق واختار اللي هو السوليد لاين الشكل ده، واختار مثلا كمثال، لو جيت اخترت الابيض، بس ما تنسوش ان انا هنا شغال على البوردر، انا مش عايز اشتغل على البوردر، انا هشتغل على الفل، تعبئة
فيل، بعد كده اختار السوليد فيل، تعبئة، تعبئة اختار اللون الابيض اهو، ادي اداني الشكل اللي انا عايزه اللي هو باللون الابيض. طيب جيت الشكل اللي تحته دي، وبرضه هروح على الفيل والسوليد فيل، هختار ابيض. بس هعمل حاجة، هلعب في الشفافية الترانسبيرنسي اهو، الشفافية، واخدين بالكم؟ وانا بلعب في الشفافية، انا كده بلعب في الشفافية. طيب خليها مثلا شفافية كمثال لا 70%، يبقى زي ما هي اروح على الفل والسوليد فل اخليه ابيض، واغير بس في الشفافية، بغير في الشفافية. كده انا خلصت من اللون التاني، هاجي على اللون التالت مثلا برضو من السوليد فيل، لا انا عايزه مثلا باللون الازرق، الشفافية برضو اغير شوية في الشفافية. تمام، خليها مثلا كمثال 20% الشفافية، وده شكل الشفافية. هاجي على اللي بعديها برضو اشوف اظبطها ازاي. تمام، اختار برضو انسب لون عندي، شوف اللون المناسب. مثلا من فيل اختار اللون ده، بس الفكرة انا محددتهاش كلها اهي. من سوليد فيل اختار اللون ده، حد هنا تمام. نيجي نكمل على اللي تحتيها، اختار منظر تاني مثلا، هختار ادي ضغطت عليها من الفيل، اختار اللون ده. طيب دي كده اول خطوة انا عملتها، دي اول خطوة انا اشتغلت عليها. طيب بعد كده اروح مثلا اشتغل بقى بعد كده تنسيقات على الفورمات، مثلا اخليه نو فيل، ده انا بتكلم عن خلفيه نو اوت لاين. طيب ده الشكل بتاعه اهو، كده انا وقفت لحد هنا. تمام، كمثال مثلا اغير اللون ده، خلي لون مثلا احمر، خلي لون تاني، شوف اللون الانسب ليا، او انا ليه انا خليته كله لون احمر؟ لا انا هخلي كل واحد بلون تاني غير بلون شكل، حدد على كل واحد واختار الوان مختلفة. الباك جراوند شلتها ازاي؟ عن طريق اللي هو الشيب فيل اللي خليته نو فيل، والشيب اوت لاين خليته نو اوت لاين، فانا شلت الباك جراوند اللي من ورا، شلت الباك جراوند اللي عندي. طيب ماشي، احدد على الجزء اللي من تحت ده اهو، كليك يمين ومن اد داتا ليبل، اختار الاد داتا ليبل، فحط لي الارقام عندي اهي، اشوف بقى التنسيقات زي ما انا عايز اهو، دي اشكال ارقام. تمام، طيب قبل
ليها اعمل كنترول اكس اهو الحمد كلها. تمام ما هو الريزلت فعلا. عايز اشيل الارقام دي. تمام طيب الاد داتا ليبل، لا انا مش هختار. تمام طيب انا عايز عندي المتغير. تمام المتغيرات عندي دي. لو جينا جربنا مثلا من هنا من اد شارت نيم، انا ما اعرفش المشكله فين. طيب عملها لي بس طلع لي النسب فيها مشكله، طلعها لي بس ايه. تمام عندي مشكلة. طيب خليها زي ما هي كده، هنشوف هنحلها ازاي دلوقتي. تمام نضغط اول حاجة حددت ده الليبل الفاليو فروم سيل، اختار السيل دي وادوس على اوكي. فقال لي ها النسبة 75. طيب ماشي جيت حددت دول كلهم. هشيل علامة الصح من الفاليو هنا، فحط لي النسبة بتاعت كل واحدة 75 30 25 80 40 دي تقريبا 60. انا اشيلها. تمام كليك يمين فورمات داتا ليبل دي السيريس نيم لو عايز احط النيم. طيب لو الفاليو محطوطه لازم اعلم علامه صح على الفاليو، بعد كده على الفاليو فروم سيلز، وبعد كده اشيل علامه الصح من الفاليو، فظهرت النسبه الحقيقيه بتاعت كل واحده فيهم. يبقى أول حاجة هحددها، بعد كده هروح أحدد الأرقام اللي عندي. لما أجي أدوس على الفاليو تمام أول حاجة بعملها، أول حاجة أنا بعملها بعد ما بحدد ده الريزلت وبحدد الأرقام اللي عندي، بعلم علامة صح على الفاليو فروم سيل، معناها ان انا عايز النسب المئوية من الخلايا اللي انا حددتها دي هنا في الاول، واشيل علامة الصح من فين؟ من فاليو. هجيبها لي بالمنظر ده بس انا عشان مش محدد كله، لازم احدد كله اهو. فجت لي النسب بتاعت كل حاجة فيهم. تمام هذا بالشكل ده بالشكل ده. تمام اكبر عادي زي ما انا عايز، اكبر زي ما انا عايز. اغير نوع الخط
شغل بقى تنسيقات بقى اشتغل فيها زي ما انا عايزه، ده شغل تنسيقات بعد كده. هو ممكن اللي احنا بنعمله النهارده ممكن ما يكونش مفهوم لاغلب الناس، حاجه جديده شويه، مفيش مشكله، كده كده ده هيتشرح تاني المحاضره اللي جايه، بس ايه الناس تركز معايا الاول على اللي انا بعمله. الخطوه اللي بعد كده اخد الرقم نفسه اعمله مثلا بنفس اللون اللي انا مختاره، اللون اللي فوق ده اهو، مثلا من فورمات تكست فيل اختار مثلا اللون الاحمر، هنا اختار اللون الاصفر او الاورنج، هنا اللون، هنا انزل تاني تحت اختار اللون الاخضر، هنا برضو اغير اللون اخليه اللون الازرق، هنا اللون البنفسجي، هنا زي ما هو. فده الشكل اللي انا وصلت له لحد الان، ده الشكل اللي انا وصلت له لحد الان. طيب روح احدد الجزء اللي من فوق ده اللي هو العامل زي الغطا ده، العامل بنفس شكل الغطا، وروح على الجزء الثاني اللي هو الافكت، ومن 3 دي فورمات هيظهر معايا الشكل بالمنظر ده، واختار مثلا الشكل الانسب. لو اخترت شكل زي ده شايفين شكلها ازاي اتغير. طيب هاجي اللي تحت ده مثلا خليه بولت، ازود زي ما انا عايز. واللي فوق ده عملته ازاي، ضغطت عليه ورحت على الجزء الثاني اللي هو الايفكت، بعد كده من 3 دي فورمات اخترت اللي هو المضغوط لتحت ده اللي هو السوفت راوند. تمام تمام حلو خالص. هروح بعد كده من انسرت اول حاجه كنت بحدد هنا، بحدد الريزلت. بعد ما بحدد الريزلت بحدد الارقام اللي عندي تمام، وكليك يمين اختار فورمات داتا ليبل، هتظهر معايا قائمه زي دي. اعلم اول حاجه على الفاليو فروم سيل، ده اول خطوه، والخطوه الثانيه بشيل علامه الصح من الفاليو، هتلاقي القيم القيم عندك الحقيقيه ظهرت بتاعت الريزلت اهي. تمام تمام قلنا نروح على انسرت وشيب، هختار الشكل اللي هو ده تمام. شايفين اللي هي الدار اللي باللون الاصفر دي اخدها لحد ما ايه توقف عندي اهي، خليها بنفس المنظر ده. تمام تمام حلو خالص. بعد كده هروح برضو على الجزء الثاني اللي هو الافكت و 3 دي فورمات، 3 دي فورمات تمام، ومن هنزل لتحت لحد ما اوصل على 3 دي روتيشن، ومن البرست هقعد ادور على حاجة انسب مثلا. تمام اختار شكل مثلا زي ده، ناس واخدة بالها اهو، ده الشكل اللي انا اخترته. تمام هقعد اغير فيه بقى في الاعدادات زي ما انا عايز. تمام اغير فيه زي ما انا عايز، دي كلها اعدادات بعد كده اشتغل عليها، خليه هيك كده مثلا، واخلي ده 16.5 او لحد ما اشوف مناسب بالنسبة لي. هنا اهو دي كلها اعدادات، بعد كده كل شغل اعدادات، اعدادات اللي انا بعمله كل شغل اعدادات بعد كده. هنزل تحت برضو اظبط دي شويه،
خدها زي ما هي كده واحطها هنا، احطها على دي، واروح ادوس كليك يمين عليها واختار سند تو باك، اختار سند تو باك كده، انا ارسلتها للخلف. كنترول زد تاني واختار سند تو باك، واخد الجزء ده اصغره شويه. خليه مثلا باللون الابيض، لا ثواني انا اخليه، انا مش عايز اللون ده، انا كده ايه نوفل، اللون ده خليه ابيض، اصغر حجم الخط. تمام، ماشي. هروح على فورمات من سيلكشن بين، وأحدد الجزء ده، شيله اهي كده، اتظبطت معايا كانها موجودة عليه. تمام، روح بعد كده حدد، واروح على سيلكشن بين، حدد شارت 4 مع الريكتانجل، وروح ادوس عليهم كليك يمين واختار ان هم يتحركوا كجروب. لما اجي احركهم كده لسه ما اتحركوش برضو، اهي حط عليه، يبقى لا انا عندي الريكتانجل مع الشارت 2، اقعد اجربها. اول حاجه اضغط على الاثنين دول كليك يمين واختار ان جروب، يبقى ريكتانجل مع ريكتانجل شرط 2 كليك يمين، واختار ريكتانجل مع شرط 1 بحيث ان انا اخليهم كلهم جروب مع بعض. تمام، لأن هي دي أصلا لو جيت خفيتها فهو خفالي اللي فوق دي الريكتانجل، فأنا هحدد الاتنين مع بعض وكليك يمين واختار جروب. طيب كده لو جيت أسحبهم هتسحبوا مع بعض، كنترول سي، اروح على الداشبورد كنترول في. تمام، كده انا خليته كده بالشكل ده زي ما انا عايز، اعمل له مثلا حددته، اعمل له بوردر، يبقى ده الجزء الاولاني اللي عندي اهو. لو دوس كنترول بي جايب لي الشكل بالمنظر ده. طيب تعالوا نكمل جزء البايبوت. تمام،
احنا قلنا الداشبورد لو دي برضو شايفها مش مناسبة، اروح اول حاجة على الفورمات والسلكشن بين، احدد على ده مين فورمات، كده بقى ايه اغير زي ما انا عايز. دي كلها تنسيقات انا ممكن اشتغل عليها. تمام. هروح بعد كده على البايفوت، انزل هنا تحت، هروح على الانسيرت واختار بايفوت تيبل، هروح احدد الجدول بتاعي برضو وادوس على اوكي، اخر عندي البندر اللي هو الميل والفاميل، وهاجي في النيم هنا احطه في الفاليو. وانا عندي كام ذكر وكام انثى، هاجي هنا بقى بعد كده مثلا هكتب هنا الميل واكتب هنا الفيميل، اكتب هنا العدد، انا عندي كام ذكر، عندي 18 كام انثى 9. بعد كده اعمل يساوي، احدد الخلية دي على افتح قوس دي زائد دي عشان اطلع نسبة. طيب هنا نفس الحكاية، الخلية بتاعت الفيميل على ده زائد ده، اقفل القوس وادوس انتر، دي النسب اللي انا طلعتها من فين؟ من في المية هنا، وهنا من في المية من فوق، ودي 67% وهنا 33%. يا الله. طب المتبقي كام من 67؟ يبقى انزل يساوي 100% ناقص 67، ادوس انتر قال لي كام 33. هاجي فوق خالص في النمبر اعمل ديكريز ديسيمال، ارقام العشرية هصغر فيها، صغر زي ما هي كده هسحبها هنا حلو لحد الآن. يبقى أنا عندي النسبة الحقيقية بتاعتهم 67%، المتبقي 33، أما الفيميل 33% والنسبة المتبقية 67%. تمام؟ حلو خالص. أروح أحدد النسبتين اللي عندي دول، وبرضه من insert اختار هنا مثلا recommended شرط، اختار مثلا اول شرط، اختار حاجه زي كده وادوس اوكي، فظهرت معايا بالشكل ده. حلو كده. تمام. هشيل الشرط تايتل عشان مش عايزه. تمام. واروح احدد الارقام اللي عندي وادوس على فورمات اكسس، دي كلها حاجات ممكن العب فيها زي ما انا عايز. تمام. اقعد اظبط هنا مثلا اخلي الاكسس واحد، دي كلها مجرد تظبيطات انا بشتغل عليها. اروح احذف ده، لا ثواني ده بحذفه، احذف اللي من تحت
واحذف رقم واحد واحذف اللي من ورا، فبقى عندي بالشكل ده. اغير اللون اللي فوق مثلا اخليه ابيض، ده اللون فور. طيب اجي عند الجزء الثاني اعمله نفس الحكايه، من انسيرت و ريكومندد شارت، واختار شكل زي ده كده. لا انا مش عايز ده، اختار زي ده اهو، عكس لي النتيجه. اعمل نفس اللي عملته هناك، اشيل التايتل، اشيل الاكسس من تحت، خلي ده مثلا لون ابيض، قام دي مثلا كليك يمين عليها فورمات ست، خلي الاكسس رقم واحد، روح بعد كده اشيله اهو. فاشيل برضو الخلفيه من هنا، طب نو فيل، اشيل الخلفيه من هنا، نو اوت لاين، نو فيل، نو فيل. هنا نفس الحكاية، نو فيل، فظهر معايا بالشكل. اخد الاتنين زي ما هما، كنترول سي، واروح هنا كنترول في، عايز ده، اخد ده كده هنا، اظبط فيه زي ما انا عايز. ده نفس القصة، تمام كده. العب فيها ازاي اهو، دي كلها تنسيقات اشتغل عليها اهي بالشكل ده. هنا خليه بالشكل ده ابيض زي ما انا عايز، تمام. من افكت، من شادو خليه كده اهو، وهنا من الشادو كده، اظبط زي ما انا عايز فيه، تمام. حلو خالص لحد الان. طب انا عايز احط الارقام دي من جوه، الارقام دي تتحط ازاي؟ تمام، روح على زاين والاد الاكسس ولا ايه، بس ركز معايا انا عملت ارقام ازاي. تمام انا عايز اضيف ارقام من جوه الداتا ليبل، واختار السنتر هنا الداتا ليبل من ديزاين، واختار الداتا الداتا ليبل، اختار سنتر. طيب روح هنا بقى اصغر شويه، اضخم الخط، يعني نفس الحكايه، اضخم الخط واكبر انا عايزه، مثلا اكبرها شويه. طيب اللي بعديها نفس الحكايه، اكبر، تمام. حلو خالص، حدد ده وحدد ده، واروح احطهم داخل جروب مثلا، واروح اعمل لهم بوردر نفس الحكاية كده.
واروح على insert shapes حدد ده كده اهو. بعد كده الفيل لا نو فيل او اسم رجالي بالمنظر ده. طيب عايز اكمل الجزء الاخير ده، انا عملته من فين؟ تمام. يا الله. طيب اول حاجه اعملها بروح عشان اعمل البايفوت شارت واختار الديبارتمنت اللي هو القسم، تمام. وبعد كده عايز اعرف كل واحد مثلا مرتبه كام. اهو جيت هنا ورحت على انسيرت بايفوت تيبل، من التيبل 1 حدد التيبل كله وادوس على اوكي، ورحت من هنا اخترت مثلا القسم واروح على البيزك هخليها في الفاليو، حددها زي ما هي، وبرضو اروح على انسيرت ومن شارت اختار نفس الشكل ده، لا ديليت الحاجات اللي مش عايز اشيلها. تمام، الحاجات اللي مش عايزها بشيلها. حلو كده، اروح احدد عليه كله وكليك يمين فورمات داتا، وبرضه في الجابودز اهو. تمام، احدد كنترول سي واروح على الداشبورد وخليها كنترول، وادوس على كنترول في وابتدي اظبط فيها زي ما انا عايز، ابتدي اظبط فيها زي ما انا عايز اهي. على كده من فورمات ابتدي بقى ايه، شوف الانسب. طيب عايز احط ارقام من جوه، من ديزاين اد شارت وداتا ليبل، خليها مثلا في السنتر. انا عايز اخليها في السنتر كمثال، او لا انا مش عايز اخليها في السنتر، انا عايز اخليها مثلا كمثال من فوق. انسايد سنتر، انسايد اند، اوتسايد، ادي اوتسايد. تمام، احدد عليها كليك يمين فورمات داتا ليبل، مثلا هختار بعد ما ادوس على فورمات داتا ليبل هنزل في حاجه تحت فينا هي اسمها نمبر، من جنرال هختار اقول له لا انا مش عايز ارقام عشريه، هيظهر معايا بالشكل ده. تمام، امسك بعد كده الارقام العب فيها زي ما انا عايز اهي، برضو الحدود من تحت اغير فيها زي ما انا عايز. دي شكلها، لو دوست على كنترول بي عشان اشوفها في الطباعة ادي الشكل بتاعها. طيب هو انا كده النهاردة اعتبر شرحت اللي هو الداشبورد، وانا عارف ان هلاقي ناس كتير مش فاهمة الداشبورد، فكل اللي هنعمله هنشرحه تاني المحاضرة الجاية بحيث ان الناس تكون سمعت المحاضرة وفهمت الدنيا بتكون ماشية ازاي. ده اللي هو الداشبورد اللي انا عملته، اللي عملناه النهارده مع بعض. طيب وده الداشبورد اللي اتعمل قبل كده، ده عملته لكم قبل المحاضره. ممكن نعمل برضه شكل زي ده وفي شكل زي ده، دي كلها حاجات انا ممكن اغير فيها زي ما انا عايز. فالنهارده يعتبر مش يعتبر، ده اكيد اديتكم نبذه مختصره عن الداشبورد، يعتبر شرحناها بالتفصيل، بس برضه عشان اول مره اغلب الناس بتاخدها او بتسمع عنها
بداية من المحاضرة الجاية إن شاء الله هنشرح تاني الداشبورد، هنشرح تاني الداشبورد. كل الناس سمعت المحاضرة دي وفهمت الداشبورد بيتكلم عن إيه بالظبط. تمام، هندسة أنا هكتفي بكده النهاردة، وإن شاء الله محاضرتنا الجاية يوم السبت الساعة 5، يوم السبت الساعة 5. تمام.